السلام عليكم، معاكم مسطرة مدرسة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي. النهاردة هناخد مع بعض الدرس الثالث في الوحدة الأولى، بيتكلم على الأنشطة الاقتصادية للبيئة الصحراوية. هنشوف مع بعض كده في أول سلايد بيتكلم على يعني إيه نشاط اقتصادي. الأنشطة الاقتصادية هو العمل الذي يقوم به الإنسان لسد احتياجاته. تنوعت الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية بسبب تنوع الموارد الطبيعية، زي ما كنا بنقول برضو تنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية قلنا بسبب تنوع الموارد الطبيعية. يبقى لما يقول لي تنوعت الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية هقول بسبب تنوع الموارد الطبيعية. طب إيه هي الأنشطة الاقتصادية الموجودة في البيئة الصحراوية؟ زي ما شايفين عندنا الرعي والزراعة، صناعات حرفية، تعدين واستخراج البترول والسياحة. طب أول حاجة هنتكلم معاها هي الرعي. الرعي ده نشاط بيقوم به سكان البيئة الصحراوية وبيتنقلوا من مكان إلى آخر لرعي الحيوانات بحثاً عن الماء والعشب. مكان فيه ماء ومكان فيه عشب هيبقى فيه نشاط الرعي. طيب إيه هي أهم القبائل الرعوية اللي موجودة في البيئة الصحراوية؟ عندي أولاد علي في محافظة مرسى مطروح بالصحراء الغربية، وعندي العبابدة بالصحراء الشرقية، وبعض قبائل سيناء. طيب ليه هي أهم حيوانات الرعي اللي موجودة في الصحراء؟ الماعز والأغنام والإبل. طيب أهميتهم إيه؟ بتوفر لنا اللحوم والألبان والجلود والصوف. طيب إحنا كده اتكلمنا على أول نشاط هو نشاط الرعي. تاني نشاط هنتكلم عنه هو نشاط الزراعة اللي بيبقى موجود في منطقة الواحات بسبب اعتمادها على المياه الجوفية. وقلنا ايه هي الواحات اللي موجودة في الصحراء الغربية؟ الداخلة والخارجة والفرافرة وبحرية وسيوة. طيب ايه اهم المحاصيل بقى اللي بتتزرع في الصحراء؟ محاصيل الحبوب زي القمح والشعير، دي لسد احتياجات سكان من الغذاء. وعندي نباتات شجرية زي أشجار النخيل والزيتون والمشمش، وعندي النباتات الطبية اللي بتستخدم في العلاج. هندخل مع بعض على السلايد اللي بعده، بيتكلم بقى على الصناعات الحرفية. يبقى أنا أتكلم في الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية، اتكلمنا على الرعي واتكلمنا على الزراعة. هنتكلم مع بعض على الصناعات الحرفية. توجد صناعات حرفية في البيئة الصحراوية بسبب توافر الموارد الطبيعية. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى ايه هي الصناعات الحرفية اللي موجودة، زي حفظ التمور وتعليبها بسبب وجود اشجار النخيل، وزي السجاد اليدوي بسبب وفرة صوف الاغنام ووبر الابل. طيب احنا كده اتكلمنا على الصناعات الحرفية زي حفظ وتعليب التمور والسجاد اليدوي. طب نتكلم مع بعض بقى على رابع نشاط من الأنشطة الاقتصادية وهو التعدين واستخراج البترول. طيب بيعمل عدد كبير جدا من السكان في المراكز العمرانية القريبة جدا من مناطق استخراج البترول ومناطق استخراج التعدين زي المعادن زي الحديد وزي الفوسفات وزي النحاس. وقلنا عندنا من أكبر مناجم لاستخراج الذهب منجم السكري موجود في جبال البحر الأحمر. ندخل على السلايد اللي بعده بقى ونعرف مع بعض ايه هي اهم المعادن اللي بتستخرج من الصحراء. عندي الحديد بيستخرج من الواحات البحرية اللي موجودة في الصحراء الغربية، وعندي الفوسفات بيستخرج من منجم ابو طرطور بواحة الخارجة، وعندي المنجنيز بيستخرج من شبه جزيرة سيناء زي ما شايفين في الخريطة مع بعض من منجم ام بجمة، وعندي الذهب مناجم السكري أو منجم السكري بالصحراء الشرقية أو عند جبال البحر الأحمر، وعندي بستخرج مصادر الطاقة زي البترول والغاز الطبيعي من سيناء على ساحل خليج السويس وفي شمال الصحراء الغربية زي ما شايفين الصور معانا في الخريطة. طيب يبقى أنا كده اتكلمت على نشاط التعدين و استخراج البترول، وهتكلم دلوقتي على نشاط السياحة. تقولوا في سياحة في البيئة الصحراوية؟ طبعا في أنشطة اقتصادية منها السياحة في البيئة الصحراوية. طيب يجي لي السؤال يقول لي بما تفسر تعد السياحة من الأنشطة الاقتصادية المهمة في البيئة الصحراوية؟ هقول ليه. أول حاجة لتمتعها بالنباتات والحيوانات والطيور النادرة. نادرة زي مين؟ زي الكبش الجبلي. طيب
ومناظر الخلابة اللي بيأتي بيها السياح من جميع أنحاء العالم عشان يستمتعوا بالصحراء زي الصحراء البيضاء بالفرافرة، وبيقوموا بسياحة السفاري. طيب، وطبعا في مزارات سياحية زي دير سانت كاترين وجبل موسى في سيناء، ودي تعتبر سياحة دينية، وتوافر المنشآت في من الفنادق ومن الخيم، وبدأت الدولة تعمل طرق جديدة لخدمة السياحة وخدمة الفنادق اللي موجودة في الواحات البحرية. ندخل على السلايد اللي بعده، وكده نكون خلصنا مع بعض يا أولاد الدرس الثالث في الوحدة الأولى، وإن شاء الله نتقابل في الحصة الأخرى أو في مرة تانية إن شاء الله بإذن الله في الدرس الأخير اللي هو بيتكلم على تنمية البيئة الصحراوية. أقابلكم إن شاء الله في حصة أخرى.